إن الجوامع العثمانية المكونة الصف الأول من الآثار المعمارية في حلب تحمل آثار فن العمارة التركية. يعد جامع الأتراس أول جامع أنشئ في حلب بعد الفتح الإسلامي، كما يشكل جامع الأموي الكبير المنشأ في العهد الأموي نموذجا لعمارة الجوامع في الفترة الزنكية والأيوبية والمملوكية. ويعد جامع الخسروية المنشأ من قبل معمار سنان بأمر من خسرو باشا في عام 1544 أول جامع بني على الطراز العثماني، وهو في نفس الوقت أول جامع لمعمار سنان. وإن حركة التجديد التي طرأت في شكل المسقط الأفقي والأسقف والأروقة وواجهات المباني والمئذنة والمحراب تعتبر حركة تجديدية وثورة في العمارة الإسلامية في حلب. وفي هذه الفترة أبدى الطراز العثماني نفسه في الجوامع التي ستبنى لاحقا. لقد بني المسقط الأفقي للجامع بشكل مربع، وقد غطي القسم الخارجي للقبة بالرصاص، وبنيت المئذنة بشكل مخروطي، كما زخرف باب المدخل للجامع بالأشكال النباتية والكتابات. ويحمل هذا الجامع أهمية خاصة ويلفت الأنظار من خلال أعمدة الموجودة على طرفي المدخل والمحراب المبني من المرمر والمنبر المزخرف بالأحجار. ويعتبر جامع الخسروية أول بناء يضم الزاوية والجامع في حلب، وهناك أوقاف عديدة تابعة لهذا الجامع. وفي زلزال عام 1821 الذي ضرب حلب تحول إلى خراب، لذلك تم ترميمه في عام 1884. وأثناء الحرب العالمية الأولى استخدم ملجأ للجيوش ومستودعا للأسلحة، كما استخدم كمدرسة منذ عام 1921، ويستخدم في يومنا هذا كثانوية شرعية في حلب. وقد تم إخلاء الجامع لفترة معينة لوجود تصدعات في القبة. وفي عام 2004 تم تجهيز صفائح الرصاص للقبة وداخل الجامع ومئذنته. والجامع الآخر المهم المبني في الفترة العثمانية في حلب هو جامع العادلية. أنشأه والي حلب محمد باشا عام 1556، وهو أول جامع مستقل يبنى في حلب وفق النموذج العثماني. يعد جامع العادلية من روائع العمارة الإسلامية في حلب. يتميز بالتناسق الكامل بين أجزائه وتكويناته، كما يتميز بجمعه بين البساطة في الخارج والفن الزخرفي في الداخل. وتعتبر السدة الخشبية المستندة على ثلاثة أعمدة خشبية مقرنصة إحدى السدتين من هذا الطراز في مساجد حلب، والسدة الخشبية الثانية في جامع الخسروية. إن جامع البهرمية الذي أنشئ عام 1583 من قبل بهرام باشا يشكل إحدى المباني الهامة في العمارة العثمانية. هدمت القبة عام 1821 وأنشئت عام 1860 قبة مرتكزة على أربعة أعمدة. هدم الحوض في صحن الجامع وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1882. بنيت الحجازية غرب الصحن سنة 1925. ومن خصائص هذا الجامع أنه أول جامع تجر إليه المياه الساخنة. يتألف الجامع من صحن ورواق وقبلية وحجازية ومجموعة غرف. يعد جامع زكي باشا الذي يقع في حي الجميلية آخر جامع يقام بحلب في العصر العثماني، ومئذنته مضلعة الشكل تتألف من 16 ضلعا تستند على قاعدة مربعة. نهاية المئذنة مخروطية ولها شرفة حجرية، وهي آخر مئذنة بطراز عثماني صرف في حلب.